بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة بالتأكيد نحن على موعد مع اللقاء الهام واللقاء المنتظر، نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الخامس على التوالي. يخوض النادي الأهلي نهائي دوري الأبطال أمام فريق الترجي التونسي، لقاء الذهاب في تونس ولقاء العودة بإذن الله بعد أسبوع في القاهرة. نتمنى يا رب التوفيق للنادي الأهلي في لقاء اليوم، لقاء صعب جدا، لقاء التحديات، لقاء المواجهات الصعبة مع فريق الترجي التونسي. كل الكواليس وكل الأخبار وكل الاستعدادات في الساعات الأخيرة قبل التحرك إلى ملعب المباراة هتكون معنا من خلال شاشة قناة الأهلي وعبر برنامج الترند. هنتابع معاكم كل المستجدات، هنشوف كيف يستعد الفريق في اللحظات الأخيرة، ميعاد التحرك إلى ملعب المباراة، المحاضرة الرئيسية، كيف بدأ الأهلي اليوم في تونس استعداداته لهذا اللقاء، الاجتماع الفني بالأمس، أجواء رادس تحديدا، الحضور الجماهيري. كل التفاصيل دي بالتأكيد هنتكلم عليها من خلال برنامج الترند وعبر تغطية حية على مدار اليوم لكافة التفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء. حلقة بالتأكيد مهمة جدا، والنهاردة العد التنازلي لهذا اللقاء، وبعد حوالي 5 ساعات وفي 10 من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، صافرة البداية وضربة البداية لهذا النهائي التاريخي هتكون من الحكم الجزائري الدولي مصطفى غربال. حلقة فيها كواليس كتيرة، ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة، وهنسخن بدري كده قبل ميعاد المباراة بخمس ساعات، وعايز أعرف توقعات حضراتكم على تشكيل الأهلي في مباراة الترجي الليلة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأيضا توقعاتكم لنتيجة اللقاء. الكل يدخل معنا ويشارك في توقعاته أو رؤيته لتشكيل لقاء اليوم اللي ممكن يبدأ بيه مارسيل كولر، والنتيجة كمان لعل وعسى بإذن الله تكون التوقعات إيجابية والأهلي يعود من تونس مساء اليوم بنتيجة إيجابية تساعده بالطبع على أداء لقاء العودة في القاهرة وتحقيق البطولة رقم 12 بإذن الله في تاريخ بطولات النادي الأهلي على المستوى الإفريقي. جاوبوا معنا على السؤال من خلال صفحات القناة، وهستعرض كل ده بالتأكيد في الجزء الأخير من برنامج الترند، لكن نروح بسرعة لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، أفريقيا يا أهلي. وكمان كولر، الدوافع في المباراة النهائية ستكون مختلفة. وأخيرا نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري الأبطال. نروح لاستعراض مباريات اليوم والنهارده، مجموعه من المباريات الهامه، والبدايه مع نهائي الحلم التاريخي، نهائي اعظم البطولات الافريقيه دوري الابطال. في 10 من مساء اليوم ينزل الاهلي ضيفا ثقيلا على الترجي التونسي على ملعب حماد العقربي في رادس. نروح للدوري الاسباني، وفي الساعه 10 من مساء اليوم نادي الفيس يستضيف ختافي. نروح للدوري الايطالي، وفي الساعه 7 من مساء اليوم ليتشي يستضيف اتلانتا، وفي 10 إلا ربع تورينو بيستضيف الميلان. دي أبرز مباريات اليوم سواء إفريقيا أو حتى في الدوريات الأوروبية. وبالطبع نحن الآن في الأسابيع الأخيرة أو الأمطار الأخيرة من تحديد الأبطال في الدوريات الخمس الكبرى، وتحديدا البريمير ليج. خلال الساعات اللي جاية هنشوف من هو فائز بهذا اللقب، أرسنال أم مانشستر سيتي. وكل التوفيق رب للأهلي في لقاء الذهاب أمام الترجي مساء اليوم. فاصل ثم نواصل. في مثل هذه اللحظات بالتأكيد وإحنا خلاص على أعتاب التأهب للاستعداد لمباراة الأهلي والترجي مساء اليوم على استاد رادس، بالطبع كل الأخبار وكل المعلومات الناس كلها محتاجة تسمعها من تونس. ويمكن إحنا الحمد لله يمكن على مدار السنوات الماضية بنتميز دايما بالتغطية الخاصة والحصرية وكل الأخبار وكل الكواليس من معسكر فريق النادي الأهلي في اللحظات الحاسمة والمهمة في تاريخ كل النهائيات الإفريقية في السنوات الأخيرة. ويمكن الحمد لله يمكن احنا سعداء الحظ ان احنا عشنا مع هذا الجيل العظيم 5 نهائي متتالي من 2020 حتى 2024،
وقبل كده عشنا مع جيل تاريخي من 2005 لغايه 2013، احداث مهمه جدا وتاريخيه مع النادي الاهلي في الالفيه الجديده مع النهائيات التاريخيه سواء في دوري الابطال او حتى كاس الكونفدراليه او حتى كاس السوبر الافريقي. النهارده عندنا بالتاكيد حدث تاريخي جديد وهو نهائي دوري الابطال للموسم الحالي 2024. زميلنا كريم احمد كالعاده دايما بيتواجد مع بعثه فريق النادي الاهلي في اللحظات الاخيره واللحظات الحاسمه سواء في دوري الابطال او كاس العالم للانديه، ودايما بتفائل لما بيكون معايا في الحلقات اللي بيكون فيها الساعات الاخيره قبل المباراه. عشنا الاجواء دي قبل كده في المغرب مع كاس العالم، عشنا الاجواء دي حتى في النهائي دوري الابطال لما كان اتلعب في اهلي وزمالك 2020، والنهارده موعدنا مع مباراه الاهلي والترجي التونسي. كريم مساء الفل، وبالطبع انت عندك بقى خبرات كبيره وعديده من مثل هذه الاحداث، ولكن ابدا معاك كده بكلمتين تطمنا على الفريق والاخبار عندك والاجواء في تونس النهارده باذن الله. الاول في البدايه طبعا كل التحيه والتقدير ليك زميلي العزيز محمد سعيد، بوجه لك الشكر بالتاكيد طبعا، وان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا للجهاز الفني للاعبين. الكل اجتهد يا محمد بشكل كبير جدا خلال الايام الماضيه وتحديدا كمان منذ وصولنا هنا الى تونس، حاله جديه كبيره، حاله تركيز، معنويات مرتفعه، الكل بيركز بشكل كبير جدا في التدريبات، احترام المنافس امر مهم جدا، الحذر موجود، الحرص موجود، مستر كولر قايم بدور فني كبير جدا من خلال التحليلات، المحاضرات الفنيه، الجلسات الثنائيه والجماعيه. كباتن فريق النادي الاهلي اللاعبين الكبار قايمين بدور عظيم، كتيبه متكامله محمد، الكل بيجتهد عشان يسعد كل جمهور النادي الاهلي النهارده ان شاء الله في 90 دقيقه. بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا، لكن بشكل عام لعبتنا مركزه بشكل كبير جدا، اكدنا في كل اللينكات الحقيقه خلال الايام الماضيه على وجود القيمه الكبيره للكابتن محمود الخطيب على راس البعثه والحث الكبير جدا والكلمات واللمسات والنظرات البسيطه اللي بتكون واصله لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير في هذه المباراه الحاسمه اللي بتحتاج كل جهد وكل دعم من مجلس اداره النادي الاهلي وتحديدا كمان الكابتن محمود الخطيب. لكن بشكل عام محمد الامور طيبه جدا بالنسبه للترتيبات، بالنسبه للتنقلات، بالنسبه لفندق الاقامه، الملعب للتدريب، لكن طبعا هنطمن الاول كل جمهور وهنتكلم معاك باستفاضه على طبعا الاحداث اللي كانت في تدريب الامس والتدريب الاخير اللي كان اللي يعتبر التدريب الرئيسي للفريق للنادي الاهلي. لكن بشكل عام النهارده عايز اطمنك واطمن كل جمهورنا على اليوم ماشي ازاي بالنسبه لفرقتنا في برنامج الحقيقه موضوع من اول يوم هنا، اختلاف الساعة شوية، يمكن تعرف ساعتين فرق تونس عن القاهرة، بيكون الساعة 6 الساعة 8 بيكون في القاهرة، فيمكن تم وضع برنامج على أن يكون 11 صباحا النهاردة كان وجبة إفطار لاعبي النادي الأهلي، الغدا النهاردة الساعة 4 عصرا، من بعدها تكون المحاضرة الفنية الأخيرة هنا في فندق الإقامة 5:15. يمكن بنقول كل التوقيتات طبعا بتوقيت تونس 5:15 المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه. الراجل بياكد على امور عديده جدا، لعبتنا يمكن عارفه قيمه هذه المباراه ومش محتاجه ان هي يكون في كلام تحفيزي بشكل كبير جدا، لكن محمد مهم جدا لمستر كولر في المحاضره الفنيه الاخيره اللي بتكون قبل الانطلاق الى المباراه في هذه المواجهات الحاسمه، الراجل بيتكلم بقلبه بشكل كبير، بيحفز اللعيبه بشكل كبير جدا، ويمكن كمان دور خالد الجوادي الحقيقه المترجم الخاص للنادي الاهلي ومستر كولر في توصيل المعلومه بلغه الجسد وبالايحاء وبالعنف اللغوي اللي بيتكلم فيه الكرة والتحميس بيكون امر مهم جدا يا محمد، وبتدي دفعه كبيره للاعيب النادي الاهلي. لكن الامور ان شاء الله باذن الله بس تحركنا من فندق الاقامه حتى ملعب المباراه، عارفين ان في كثافه جماهيريه كبيره هتكون متواجده طبعا على طول الطريق، الامر ده بيكون مهم جدا. لكن يمكن التنسيق الامني بالنسبه للعميد علاء صلاح المنسق الامني كابتن خالد بيبو الحقيقه في الاجتماع الفني اتكلموا عن كل هذه الامور، يمكن كمان كان في تكليف خاص من الكابتن محمود الخطيب للدكتور محمد شوقي ان هو يكون متواجد في الاجتماع الفني، ده كان تكليف خاص ومهم جدا لان يمكن الكابتن كان عايز ينقل بعض الامور هتكون طبعا كانت عن الدكتور محمد شوقي. فان شاء الله باذن الله مع التحرك ومع انتهاء المحاضره ومن خلالك يا محمد ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي هننقل لحظه بلحظه تحركنا وصلنا الى الملعب، الاجواء الجماهيريه، كل الامور دي يا محمد ان شاء الله تكون معاك. طيب هل في تفاصيل من بعض الملاحظات او بعض التفاصيل اللي اتكلم فيها دكتور محمد شوقي في الاجتماع الفني؟ بالاضافه لكده يمكن امبارح بالليل بعد نهايه المران المسائي على ملعب رادس واللي قدامنا هو على الشاشه كان في شكوى كده من عدم رش ارضيه الملعب من تواجد الفنيين والعاملين الخاصين بالكاميرات البث الفضائي اللي هيشتغلوا على نقل المباراه النهارده. يعني لو عندك تفاصيل او ملاحظات على هذا الموضوع يا كريم.
يمكن هذكر يا محمد الامر الاخير انت اتكلمت فيه هو التدريب الاخير والترتيبات واللي كانت البروفة الاخيره للمباراه النهائيه. لكن الحقيقه يعني مجرد وصول بعثه فريق النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب كابتن خالد بيبو، مجرد ان احنا دخلنا محمد الملعب كان في عدد كبير جدا جدا متواجد سواء في المدرجات او في ارضيه الملعب. يمكن معروف ان هي بتكون ترتيبات اخيره ولمسات اخيره، لكن في موعد تدريب النادي الاهلي والتدريب الاخير اللي فيه كمان 15 دقيقه مفتوحه للاعلام، فكان امر صعب شويه الحقيقه. الكابتن خالد بيبو قام بدور كبير جدا ويمكن يعني ادى شكوى للجميع، اتكلم مع الجميع، احنا مش هنبدا التمرين عايزين نرش الملعب، اقل حاجه النادي الاهلي بيطلبها هو رش الملعب. يمكن الملعب امبارح ما اترشش يا محمد، يمكن الامر كان صعب شويه بالنسبه لي للتدريب، انت عارف رش الملعب بيحافظ على التاكلينجات الاشتراكات بتكون امر مهم جدا، هو امر معتاد بالنسبه للمباريات الافريقيه بهذا الحجم. لكن الحقيقه يعني احنا المعامله بالمثل، ويمكن النادي الاهلي بيحترم كل الضيوف ويحترم كل الفرق اللي بتكون متواجده هنا في متواجده طبعا في القاهره، بيتم التعامل بشكل كبير جدا. فيمكن ده كان الامر الاول في وسط هذه الاجواء، يعني فوجئنا ان في درون كمان متواجد في الملعب وبيتم عليه تيست. طبعا محمد انت عارف الدرون ممكن يعلى ما تشوفوش في وسط التدريب، ممكن يكون في جمله بتتاخد، امور طبعا بتسبب ازعاج شويه للجهاز الفني ومستر كولر. الراجل يمكن وقف اكتر من 30 دقيقه، الراجل عايز يبدا التدريب بدري، بيحاول يعمل حاجات قبل انطلاق الساعه المحدده ليه بفريق النادي الاهلي. يعني كان في محاولات كبيره جدا لاخلاء الملعب لكن خدت وقت كبير، ممكن تكون سببت تشتيت شويه للجميع. لكن الحقيقه يمكن زي ما قلنا الكل قام بدور كبير جدا عشان يتم اخلاء الملعب تماما، حتى الكاميرات اللي كانت متواجده في المدرجات اللي كاميرات الفار والكاميرات اللي بتعمل طبعا للوحده النهارده اللي هتنقل المباراه، كل الكاميرات دي الحقيقه اتاكدنا تماما ان الكاميرات دي تم غلقها بالكامل عشان النادي الاهلي يقوم بالجرعه التدريبيه. هو مش تدريب سري لكن يعني النادي الاهلي بياخد حقه، التزام الجميع ما يكونش متواجد، البعثه الاعلاميه كلها يعني كانت متواجده، البعثه الاعلاميه الخاصه بالنادي الاهلي، فده يمكن دي كانت رساله مننا ان لابد ان احنا كلنا نكون خارج الملعب، نترك الامر فقط لغير لمستر كولر. الامر ده سبب ازعاج شويه لكن يعني وعي لعيب النادي الاهلي ووعي مستر كولر من كل هذه الظروف. الحقيقه هو الراجل مميز جدا يا محمد ان هو يفرض التركيز في ال 90 دقيقه، كل الامور الخارجيه دي كريم بيحاول ان هو يتدرجها بسرعه، بيحاول ان هو ياكد مع لعيب النادي الاهلي ان الامور بالنسبه له ماشيه بشكل طيب. طب عايز اسالك يعني المراقب من الكاميرون وفي منسق من مدغشقر وفي منسق امني من المغرب ومن الجزائر، يعني المسؤولين عن الامور التنظيميه دي كلها كانوا فين؟ وفي منسق اعلامي امبارح كان موجود، مش الحاجات دي المفروض يبقى فيها تفاصيل؟ يعني التمرين امبارح انت ليك ساعه واحده ملعب رادس من الساعه 10 للساعه 11 بتوقيت القاهره، في خلال الساعه دي انت بتتمرن ومفتوح للاعلام اول 10 دقائق. وجود الكاميرا الدرون او وجود المصورين او وجود العمال داخل وقدامنا اهي حتى الدرون على الشاشه، يمكن من خلال كاميرا قناه الاهلي صورنا التفاصيل دي، مش المفروض ان الناس القائمه على التنظيم من خلال الاتحاد الافريقي سواء المراقب الكاميروني او المنسق من مدغشقر او حتى السكيورتي اوفيسر اللي من المغرب والجزائري، هل كانوا موجودين في الملعب؟ هل كان في تواصل بينهم وبين الكابتن خالد بيبو، ولا الكابتن خالد بيبو ما لقاش حد من القائمين على الاتحاد الافريقي لتنظيم هذا الحدث؟ يعني هقدر اقول لك يا محمد الطرف الوحيد اللي الكابتن خالد بيبو كان بيتكلم معاه هو المنسق الاعلامي وبعض افراد الامن التونسيين اللي متواجدين في استاد رادس، وده كان يمكن مسبب صعوبه شويه ان انت تصل يعني المسؤول عن رش الملعب ده كان فيه صعوبه كبيره ان انت تتصل بيه تليفونيا، ده كان امر صعب جدا. يعني مش عايزين طبعا يعني ناخد في هذا الامر بشكل كبير، انت عارف الامور خلاص انتهت بالنسبه للامس، لكن الحقيقه يمكن امس الحمد لله بالنسبه للتدريب مع ضيق الوقت ومع كل الظروف ومع كل الامور دي كان تدريب جيد، اختتموا الحقيقه لاعبي النادي الاهلي بالكرات الثابته بامور يمكن فنيه تكتيكيه مستر كولر باكد عليها بشكل كبير، فيمكن الامر ده سبب ازعاج شويه لكن خلاص الامر اتنسى دلوقتي، الكل مركز يا محمد في المباراه، الكل عايز ان شاء الله باذن الله يسعد كل جمهور النادي الاهلي، منتظرين بس لعبتنا تنهي المحاضره ان شاء الله زي ما بنقول 5:15 تنطلق المحاضره وتحركنا بمشيئه الله ان شاء الله عقب انتهاء المحاضره الى ملعب رادس، وبنتمنى ان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي. 5:15 دي يعني المحاضره تبقى 7:15 بتوقيت القاهره عشان الناس بس تبقى متابعه معانا، يعني المحاضره 7:15 ان شاء الله بتوقيت القاهره. طيب اخر حاجه يا كريم، لفت انتباهك عدد افراد المشجعين اللي جم حضروا لتشجيع الاهلي في جاليه كبيره ولا العدد قد ايه؟ لان انا كمان وصل لي ان في تذاكر هيتم منحها للجماهير، لان مش الدخول مش هيبقى بالباسبور بس، فلازم الجماهير دي تروح عند الاوتيل تاخد التذاكر عشان تدخل الملعب، فعندك تفاصيل في الجزئيات دي؟ يعني طبعا بالنسبه لحضور الجمهور طبعا او يمكن المجموعه اللي كانت متواجده في التدريب، الحقيقه يمكن كان ليها انطباع كبير، حيت الفريق شجعت الفريق، يمكن استقبلت كل لعيبه النادي الاهلي، كابتن خالد بيه يمكن حيوه، كان امر مهم جدا ان هم يكونوا متواجدين في تدريب يا محمد، لكن يمكن كان في اعتراض من الكاف على الدخول بالباسبور فقط لغير، فعشان كده كان في تاكيد على ان لابد يكون في تذكره مع الباسبور، يمكن النادي الاهلي بيقوم بعته طبعا والمعامله بالمثل، احنا لينا 500 دعوه وطبعا وبالجانب الاخر بالنسبه لنادي الترجي في وجودهم الى القاهره يكون ليه 500 دعوه، خارج
الدعوات هيكون تذكره تقدر تشتريها، لكن احنا بنعمل ان شاء الله باذن الله ان جمهورنا يكون متواجد. كان قالوا الساعه 34، لو تحسب 34 يا محمد انت ليك 5% او ليك 1700 مشجع، ليك 500 دعوه، ولو عايز تكمل على 1700 هتشتري تذاكر. هي في صعوبه شويه في هذا الامر، لان يمكن جمهور الترجي الحقيقه بكثافه كبيره جدا 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 عايز يدخل المباراه، بيحاول ان هو يشتري تذاكر من اي حته عشان يكون متواجد مع نادي الترجي. لكن ان شاء الله باذن الله المجموعه اللي هتكون متواجده اللي قدرت تحصل على التذاكر بالتنسيق طبعا هنا مع مجلس اداره النادي الاهلي يكونوا متواجدين. شفناهم في الوداد كان ليهم تاثير مهم جدا بتحفيزهم بدخلاتهم بتشجيعهم الكبير جدا يا محمد في هذه المباراه، وايضا كمان في المباراه الحاسمه. فان شاء الله جمهورنا يكون له دافع كبير، وايضا كمان لعبتنا تكون كالعاده على قدر المسؤوليه. ملايين الجماهير من جمهور النادي الاهلي منتظره النهارده ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه لكل لاعبي النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي باذن الله. زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي الى تونس لمتابعه كواليس واخبار الفريق قبل مباراه ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. شكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات والايضاحات. لسه عندنا تفاصيل اكتر ولكن بعد الفصل. طيب النهارده تصوير المباراه بالتاكيد هيكون فيه اهتمام كبير جدا، لان الاتحاد الافريقي على فكره عمل شيء مختلف تماما خلال هذا العام من حيث فكره تصوير المباريات وانتاج المباريات. حصل اجتماعات مع المسؤولين في مصر والمسؤولين في تونس بشان انتاج المباراه والبث الفضائي وعدد الكاميرات، لدرجه حتى ان الاتحاد الافريقي كان اتفق مع مخرج برتغالي دايما بيتعاقد معاه عشان يخرج المباريات النهائيات الخاصه بالمسابقات الافريقيه، هو اسمه حتى خوان، وكان أخرج قبل كده العديد من المناسبات الإفريقية اللي نظمت في مصر في السنوات الأخيرة. ولكن حسب المعلومات اللي عندي إن الجانب التونسي ما حصلش اتفاق مع الاتحاد الإفريقي في مسألة الإخراج التلفزيوني، وهيكون مخرج مباراة اليوم هو مخرج تونسي. بالإضافة إلى ذلك الاتحاد الإفريقي كان طلب حوالي 28 كاميرا عشان تنقل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا سواء في الذهاب أو في الإياب. حسب معلوماتي هنا في لقاء العودة يمكن تم توفير كافة متطلبات الاتحاد الإفريقي في مسألة إنتاج وتصوير وإخراج لقاء العودة اللي هيتلعب في استاد القاهرة إن شاء الله يوم السبت 25 مايو. ولكن في لقاء الذهاب اللي هيتلعب النهاردة على ملعب حماد العقربي في رادس، التلفزة التونسية أو التلفزيون التونسي يعني كان وفر حوالي 17 كاميرا. الاتحاد الإفريقي عايز على الأقل من 25 إلى 28 كاميرا، فعلى هذا الأساس تم توفير وحدات إضافية بتقترب من حوالي 8 كاميرات. وزي ما انتم شايفين على الشاشة يمكن دي لقطات خاصة جاية من تونس النهاردة صباحا بخصوص الكاميرات اللي متواجدة عشان تصور المباراة. في على فكرة كاميرات مثبتة جنب الشباك بتاعة المرمى، في النهاردة سيارة خاصة بالفار تبع طبعا للشركة المنتجة لتقنية الفيديو مع الاتحاد الإفريقي. كمان هيكون في وحدات متعلقة، اهي دي الكاميرا اللي هتبقى مثبته بجوار الشباك سواء يعني المرمى اللي على اليمين او المرمى اللي على اليسار. بنتكلم النهارده 25 كاميرا هيتم تصوير بيها لقاء الذهاب. طبعا الدرون اللي احنا شفناه امبارح واللي كان لفت انتباه الجميع، عايز اقول لكم معلومه، يمكن الدرون ده متعلق بشغل الديجيتال والسوشيال ميديا بتاعت الاتحاد الافريقي على فكره. يعني الدرون اللي كان موجود امبارح، هيدي لقطات اللي التقطتها كاميرا قناه الاهلي بالامس من ملعب رادس. الدرون ده على فكره معلومه لحضراتكم، ده ادوات خاصه بالاتحاد الافريقي عشان شغل الديجيتال والسوشيال ميديا. وطبعا هو الجزء التوقيت الخاص بالتصوير اثناء التدريب الرئيسيه هي اول 10 دقائق ربع ساعه، ولكن طبعا يمكن الناس في السوشيال ميديا وفي الديجيتال بيحاولوا بيستعدوا للمباراه، ولكن الامر انتهى ما كانش فيه اي مشاكل. النهارده هتلاقوا على فكره كاميرات كمان هتكون موجوده مع الاهلي ومع الترجي، يعني النهارده انت هتشوفوا في البث الحي للمباراه التلفزيون التونسي بيستعد لنقل بث مباشر للفرقتين وهما بيتحركوا من فندق الاقامه لغايه ملعب التدريب. وحده تيفيو هتكون مع الاهلي، وحده تيفيو هتكون موجوده مع الترجي التونسي. في كاميرا هتكون في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس، فيما يقرب من حوالي 19 20 كاميرا في ارضيه الملعب، فيما يقرب من حوالي 10 كاميرات مع تقنيه الفيديو. النهارده هيكون موجود على تقنيه الفيديو الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا، بالاضافه الى الحكم الدولي الجزائري اللي هيكون حكم صفاره الجزائري مصطفى غربال. بالاضافه لكده لقاء العوده ان شاء الله هيكون نفس عدد الكاميرات ما لا يقل عن 25 كاميرا. التصوير اللي هيتم بكره في نهائي الكونفدراليه زمالك نهضه بركان هو الشكل التصميم اللي هيتصور بيه لقاء الفاينل
ما بين الاهلي والترجي التونسي يوم 25 مايو الساعه 8 على استاد القاهره الدولي. طبعا كان في كاميرات هتكون موجوده في غرف خلع الملابس، في كاميرات موجوده على دكه البطلاء، ودي كاميرات خاصه بشغل الديجيتال والسوشيال ميديا للاتحاد الافريقي. طبعا كان في اعتراضات امبارح في الاجتماع الفني سواء من الاهلي او من الترجي، ولكن في النهايه يمكن خلاص اتعودنا على الشغل الفني ده اللي تم في السنوات الاخيره. لما رحنا كاس عالم انديه في المملكه العربيه السعوديه كان في نفس الادوات ونفس التصوير عشان شغل الديجيتال والسوشيال ميديا. نفس الامر حصل في اهلي وزمالك فاينل نهائي القرن عام 2020، شفنا الكواليس اللي على دكه البدلاء سواء للاهلي او حتى لفريق الزمالك. فيعني كانت في تفاصيل ليها علاقه بالامور الفنيه او الفنيه اكتر داخل اوضه اللبس، ايه بيتصور ايه ما بيتصورش، ولكن في النهايه نتمنى النهارده نشوف تصوير واخراج متميز مبدئيا كده عشان الناس اللي تقعد تتكلم كتير في مساله التصوير التلفزيوني. الاخراج والتصوير التلفزيوني ملوش علاقه بشغل حكام تقنيه الفيديو، دي ناس بتشتغل للملعب ودي ناس بتشتغل لتقنيه الفيديو. اول ما بيبقى فيه مراجعه حاله فار وقتها المخرج بيبقى خارج المشهد، ملوش علاقه الكوميونيكيشن ما بين حكم الفار مع حكم الملعب، والاعادات بتتم من خلال غرفه عربيه الفيديو الاوبريتور اللي موجود بجوار حكم الفيديو اللي موجود في العربيه، والتصوير وفي النهايه ده كله بيتصدر مع حكم الملعب وبيشوف من خلال الشاشه، ولما بيوصلوا في النهايه لمستند في قرار بيدوا للمخرج الصوره اللي فيها المستند. عشان بس انا عارف الكلام الكتير اللي بيتقال على هذه الجزئيه، وحسب معلوماتي ان مباراه الذهاب هيكون مخرج تونسي، هل خوان البرتغالي هو اللي هيخرج لقاء العوده في القاهره؟ ده اللي هنعرفه في الساعات الجايه، لان الاتحاد الافريقي متمسك جدا بفكره ان ليه طاقم تصوير واخراج بيشارك الناس في تونس او الناس في مصر على التصوير، ولكن ده هنشوفه في الايام اللي جايه. ولكن كان مهم جدا نستعرض هذه الجزئيات ونتكلم معاكم، نقول لكم الكاميرا الدرون دي كانت مخصصه لمين او كانت بتشتغل لاي جهه منظمه في ملعب المباراه اللي هيستضيف اللقاء النهارده ما بين الاهلي والترجي باذن الله. فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند، وهنشوف بسرعه ترند الاهلي واللي اتكتب على النادي الاهلي. البدايه من حساب يلا كوره بيقول انتهى العد التنازلي يوم المباراه، الاهلي يواجه الترجي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، كل التوفيق لممثل الوطن في الخروج بنتيجه ايجابيه ووضع قدما نحو التتويج بالبطوله للمره الثانيه عشر في تاريخه، وصوره للاعبي النادي الاهلي مع مارسيل كولر. حساب الاتحاد الافريقي مسابقه دوري الابطال وكاس الكونفدراليه، النهارده الذهاب على ملعب الاولمبي حماد العقربي يستضيف لقاء الترجي والاهلي في مباراه ستكون مثيره بكل تاكيد. اربطوا الاحزمه، المتعه مضمونه. نتمنى يكون في نتيجه ايجابيه. حساب يلا كوره بيكشف رساله الكابتن محمود الخطيب التحفيزيه للاعبي الاهلي قبل مواجهه الترجي التونسي. امبارح الكابتن محمود الخطيب في ملعب رادس واتكلم مع اللعيبه، وحسب مصدر ليلا كوره ان رساله الكابتن كانت تحفيزيه. قال لهم عليكم ان تسطروا تاريخا جديدا لكم وللنادي، والفرصه الان في ايديكم. يجب اسعاد الجماهير الاهلاويه التي زحفت خلف الفريق من كل مكان. ينتظركم 180 دقيقه حاسمه، وستكون حصاد مجهود شاق بذلتموه من بدايه مشوار النسخه الحاليه، ولا يجب ان يضيع هذا الجهد هباء. مطلوب منكم التركيز في مباراة الليلة ثم لقاء العودة واحترام المنافس، لأن الترجي خصم مميز بدليل أنه فاز على صن داونز ذهابا وإيابا في الدور نصف النهائي. كلام إيجابي جدا ومحفز جدا. كابتن الخطيب طبعا نجم كبير ويعرف تفاصيل كتيرة جدا والجزئيات اللي بتتلعب عليها المباريات النهائيات. طيب كرة بلس بيتكلموا على تشكيل الأهلي المتوقع، شوبير، معلول، منعم، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية، إمام، عاشور، أكرم توفيق، حسين الشحات، وسام أبو علي، بيرسي تاو. وخدوا مني كمان تشكيل فريق الترجي التونسي المتوقع واللي لعب لقاء صن داونز ذهابا وإيابا ما غيرش فيهم أي حد. ميجيل كاردوزا في حراسة المرمى، أمان اللماميش، الظهير الأيمن محمد أمين بن حميدة، اثنين مساكين محمد أمين توجاي اللاعب الجزائري وياسين مرياح، في الظهير الأيسر محمد بن علي، وسط الارتكاز اللاعب الإفريقي روجر أوهولو، أمامه رباعي 4-1-4-1، حسام غشة، غيلاني الشعلاني، حسام طقة، واللاعب البرازيلي يان ساس، وفي الهجوم اللاعب البرازيلي رودريجو. اللي بيلعب بيها المدرب البرتغالي آخر أربع مباريات إفريقية ما بيغيرش في العناصر دي ولا لاعب، حتى على دكة الاحتياط أو دكة البدلاء نفس اللعيبة ما بيغيرش. طب نكمل مع بعض ونشوف إيه اللي مكتوب تاني عن
النادي الاهلي. البدايه من حساب بطولات بيقولوا سيطره. مارسيل كولر واجه الترجي في مباراتين من قبل في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، فاز بتونس 3-0 وفاز بالقاهره 1-0. النادي الاهلي ارقامه على الترجي التونسي ارقام كبيره جدا، بنتكلم في انتصارات متتاليه تحديدا اخر سيمي فاينل، ولكن اخر فاينل الترجي هو اللي كسب الاهلي، فالنهارده بالتاكيد الاهلي عايز يستعيد البطوله اللي فقدها عام 2018 في رادس بعد الخساره بثلاثيه مقابل هدف. فاصل ثم نواصل. الوقت بيجري معاكم بسرعه، ولكن قدر الامكان نحاول نشوف المشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه على توقعات كل المشاهدين على التشكيل والنتيجه المتوقعه. البدايه ابراهيم صابر بيقول تشكيل الاهلي: حراسه المرمى مصطفى شوبير، خط الدفاع معلول منعم ربيعه هاني، الوسط عطيه اكرم توفيق امام عاشور، الهجوم حسين الشحات وسام ابو علي بيرسي تاو، وان شاء الله 2-1 للاهلي. ده اول توقع معانا. احمد علي بيقول شوبير هاني ربيعه منعم معلول مروان اكرم امام الشحات تاو وسام، نفس التوقع للتشكيل اللي قبليه، بس وسام ما قالش، احمد ما قالش النتيجه. جمال بيقول شوبير معلول منعم متولي هاني، هنا في تغيير في خط الدفاع، مروان عطيه امام ديانج، تغيير تاني في وسط الملعب، رضا سليم وسام ابو علي بيرسي تاو. عنده ثلاث تغييرات عن التوقعات الماضيه وبيقول ان شاء الله الفوز للاهلي. كل مركز في تغيير عن التوقعات اللي فاتت، لكن في استقرار ان شوبير غالبا هو حارس المرمى. محمد خليفه بيقول ربنا ينصركم ويثبت اقدامكم باذن الله، ال 12 يا اهلي. محمد جاب من الاخر، لم يتوقع التشكيل وقال لك المهم نكسب. عمرو منصور بيقول مساء الورد الاحمر بلون النادي الاهلي، التشكيله المتوقعه: شوبير معلول منعم متولي هاني، وشايف انه ممكن يبقى متولي مكان رامي ربيعه، اكرم توفيق مروان عطيه عاشور، رضا سليم وسام ابو علي تاو، ان شاء الله 2-0 لصالح النادي الاهلي. يعني اختلاف، ممكن رضا مكان حسين او متولي مكان ربيعة. أبو عمر بيقول إن شاء الله شوبير هاني ربيعة منعم معلول مروان أكرم إمام تاو الشحات وسام، 1-0 لصالح الأهلي. بصوا، طالما في اختلاف في التوقعات على التشكيل، أهم حاجة عندي النتيجة، الناس كلها متفائلة وده الأهم. أحمد بيقول شوبير معلول رامي منعم هاني إمام مروان أكرم حسين تاو وسام، إن شاء الله نتيجة إيجابية لملك القارة. إذن في استقرار على التشكيل اللي معايا على الشاشة، يمكن الناس كلها تتوقع إن التشكيل ده يكون هو الأقرب، يعني ما يقرب من حوالي 8-9 توقعات، في 6-7 بيتوقعوا نفس المجموعة دي، مع اختلاف إن في رأي أو رأيين تانيين شايفين إن ممكن يلعب رضا مكان حسين، يلعب متولي مكان محمد عبد المنعم. في الختام نتمنى يا رب بإذن الله التوفيق للنادي الأهلي أيا كان مين اللي هيبدأ، أي 11 راجل في الملعب نثق فيهم ثقة كبيرة جدا. وانا بالتاكيد بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا باذن الله لقاء جديد، كل الكواليس وكل الاخبار ونتيجه اللقاء بالتاكيد كل ده هيكون معانا غدا في لقاء مع برنامج الترند. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.